وفي هذه اللحظات تتعافوا السيارة اللي اصطدمت بهذا المزود ديال الماء ديال الوقاية المدنية. حسب الأخبار اللي تلقيناهم من عند إذن تتابعوا معنا تتبع قناة شوف تيفي في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة السادة. إذن تتبع قناة شوف تيفي معنا أحد الشهود اللي هو الصديق ديال سائق السيارة اللي غيعطينا بالضبط التفاصيل كيفاش شوف عليهم. خويا حنا كنا غاديين وتسلقنا الروايده في الطوموبيل. خويا كنا حنا غاديين ياك جاك واحد الخطاف داخل انتير ديال الهربه اللي غنهربوا على الخطاف وحنا نضربوا اللعيبه ديال الماء وهز علينا الماء. هذا هو... بطبيعه الحال تنعرفوا ان الخطافه تيصوبوا بواحد الصوبه اللي ماشي حتى اللي هو ياخذ الحق في الخطافه. هو هرب ومشى وخلانا حنا واحدين هنا خويا وحنا ما عرفنا شنو غادي يوقع وما عرفنا شنو كاين خويا هادشي اللي كاين. إذن بتبع قناة شوف تيفي تسمعتو على لسان الصريح ديال السيد صاحب السيارة أن جا واحد الخطاف اللي غادي في اتجاه المعاكس. اللي حاول يهب على خطاف ومني حاول يهب هبت به الطوموبيل واصطدم بهذا المزود ديال الماء ديال الوقاية المدنية. إذن متابعي قناة شوف تيفي أنا دائما في هذا الحادث اللي وقع منطقة سباتة ديال هذا السيد هذا اللي حاول يهاب على خطاف ولحظة اللي حاول يهاب عليه اصطدم بهذا العمود اللي تيزود الماء ديال الوقاية المدنية. وفي هذه اللحظات رجال الأمن حاضرين في عين المكان في انتظار الوصول ديال الوقاية المدنية لأن هما اللي غيقدروا يحبسوا هذا الماء اللي خرج من المزود ديالهم. إذن تتابعوا معنا هذا الكم الهائل ديال الماء اللي ضاع لدرجة أن الشارع تقريبا كامل قدروا نقولوا أن فيه فيضان.
اذا متابعي قناة شوف تيفي تتابعوا معنا دائما مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من المكان اللي فيه هذا الحادث اللي وقع ما بين هذه السيارة اللي اصطدمت بالمزود ديال الماء ديال الوقاية المدنية من بعد ما ان السائق حاول يهب على الخطاف. ما عرفناش اللي يديك على الشعاد ساعتين وكيتسناو عباد الله كيتسناو على ساعتين.